أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع كثيرا في وسائل الإعلام اليوم أنه يجوز التسامح عن شيء من أصول الدين للمصلحة العامة، فما صحة هذا الكلام؟ هذا يرجع على اللي قال أصول الدين لا يتسامح، هذه مداهنة، لا يتسامح عن شيء من أصول الدين أبدا. الأصول ما يتسامح عن شيء فيها، لأن هذا معناه المداهنة. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلا يجوز التنازل عن شيء من الدين أصوله الثابتة لأجل إرضاء الكفار، هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون تتنازلون عن شيء منه؟ هذا لا يجوز أبدا، هذه مداهنة. ولا يجوز التنازل عن شيء من ديننا لأجل إرضاء الكفار مهما كان الأمر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا اجتهد كذلك لما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: نعبد إلهك سنة وأنت تعبد آلهتنا سنة، من باب التصالح أنزل الله جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة، أي أنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني، ألا أتنازل عن شيء من ديني علشان إرضاكم وترضون عنا؟ مسألة ما هي إرضاء للبشر، المسألة إرضاء للخالق. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.